12 ساعة من الهدنة الإنسانية غير كافية لرصد ما فعلته إسرائيل بحي الشجاعية شرق غزة. هذه سيدة تبكي أفراد عائلتها الذين استشهدوا، كما تبكي منزلا اختفت معالمه. حسبي الله ونعم الوكيل، عليهم العمل أولاد الحرام، دمرونا ودمروا الشباب. حسبي الله ونعم الوكيل، مع المقاومة، وهذا رجل يصرخ من غير وعي على حيه الذي يعكس حجم المأساة والدمار. بنك الأهداف تبعها هيو، شايفين إيش في بنك أهداف؟ في بنك أهداف عندها بتقول دمرنا ودمرنا، بتوهم شعبها، هي بتوهم شعبها، هي ما دمرت ولا حاجة، دمرت بس الدور، دمرت البيوت، دمرت البيوت على رؤوس أصحابها. وبينما ينشغل البعض في جمع بعض من مقتنياتهم أو ألبسة أطفالهم، انشغل آخرون في التفتيش عن جثث ضحايا هذه المجزرة الإسرائيلية وإخراجها من تحت الركام. مش قادرين نخش على البيت كمان، يعني هدنة والدبابة على باب البيت. إيش هالهدنة هذه؟ ليش عملوا هدنة؟ بدناش إياها الهدنة أصلاً. لو ما عملوش هدنة كان ما شفناش بيوتنا، كان أحسن، بدناش نشوفها الشجاعية. إحنا بدناش ولا دول عربية ولا بدنا حد، إحنا بدنا الله ينصرنا ويطلعنا وبس. ورغم ما يحتويه المشهد من دمار، إلا أن الناس هنا متمسكون بخيار المقاومة وشروطها في وقف هذه الحرب المدمرة. خائف وجبان، وأندى الجيش في التاريخ، جبان هامل بيقدرش يواجه المقاومين. إذا كانوا راجل يواجه المقاومين، إحنا مع المقاومة. وبينما ينتشل الناس ضحاياهم وتتفقد العائلات ما أصابها، تتربص الدبابات الإسرائيلية على مسافة قريبة بكل حركة، كذلك طائرات الاستطلاع التي لم تغادر أجواء غزة طيلة الهدنة التي أبرمت لأغراض إنسانية. هذا ما فعلته إسرائيل بطائراتها وآلياتها وجرافاتها في منطقة الشجاعية شرق غزة. من هذا المشهد يتضح أن إسرائيل كانت تستهدف المنازل المدنية كما المدنيين الذين قضوا في هذه العملية الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة. للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال من غزة، شريف النيرب،